تعرفوا إذا جوني على البيت قال لي مامي بدي خبرك كل يوم البابا بس وصلني على المدرسة وأنا نزلت وإجت سانت أنجيل وبعدين راح وياها. هلأ نحن عم نتعشى بتخبر القصة. اجى على العشاء وقعدوا في ناس وهي. قالت له خبرني اليوم شو عملت بالمدرسة؟ قال لها ماما أنا بالمدرسة اليوم وصلني البابا على المدرسة وبعدين اجت سانت أنجيل وبسيارتها هيك وقفتها والبابا هيك وقفها السيارة وأنا وقفت هيك وشفت البابا وطانت أنجيل عملوا مثل ما أنت بتعملي مع بيع الحليب. خذوا كل القصة ما فات شيء. انتبهي شو القصة ما أنت عم بتعيشيها. يعني هيك انكشفت الفضيحة كيف متصير نيناتنا. راحت مرة على البنك وقالت له بدي حط هالمية دولار واحد أعطاني إياها وبدي حط تطلع فيه. قال لها مزورة فإذا اغتصبني. هلأ صارت اغتصاب بس كانت حلال لو كانت مش مزورة. تعرفوا اللي بعت لها مكتوب لمرته قال لها معاش هالشهر ما قدرت يعني بعت لك ايه بس بعت لك 100 بوسة بتجاوب بتقول له دفعت 15 بوسة للحليب 14 بوسة لبيع الخضرة وهالقد للتليفون وبعد معي 40 بوسة رح فرقهم قبل ما تجي. ما فينا نضحك يعني هالنكتة بتصير تعملها المرأة والرجال. ما بقى فينا اليوم عنا الباب مكشوف على الكل. فيك تزعبر عليها هي كمان اللي بتشوف كيف عم بتطرق اليوم بالسرمية ولبسه. ما بقى في شيء اسمه علاقة رجل مع امرأة. ما بقى في علاقة. ما بقى في صدق بالمعاملة. هي بتروح هيك قال الولاد ما بقى يشبهوا لأمون ولا بيهم. طبعا من أول كان في من الشبه 40 هلأ بيشبهوا هي وهي وهي إلا الأم والباي. وحتى المرأة ما بقى تعرف هذا ابن مين أو هو. حتى لو كان حلال بنفتكر ما بنعرف إلا هالرجال وهالمرأة ما بيعرف غير بعضهم. رزقة اللي عم تكلها كلها حرام والنطفة حرام وزرعناها برحم حرام. كلنا صاروا الأولاد بيشبهوا أنت بتاكلي هون هو بياكل هون وهالنطفة هالبويضة من هالطبيخ والطبيخة. في مرة اتفقوا رجال انه يجوا يشكروا نسوانهم اللي عم تطبخ لهم او العشية او الطباخ. كلهم قالوا لهم كنا عم نشخ بالاكل وعم نبزق بالاكل وفرجوها بالسي ان ان على الشعب كله شو بيعملوا بالمطاعم وبالمطبخ. فاذا شو بنعمل بالبيت بس تفوت على البيت اذا كنت مقهورة ما تطبخي اذا زعلانة انتبه. أنا بعرف رجال حلو كتير كنا بنعرفه معنا كان عايشين بجماعة ومرته بشعة. تعجبنا كيف قالت أنا حسيت إنه بدي إيه. صارت له ما في غيري بدي أتجوزك ولادي بدي يكونوا منك وهيك. هيك تجوز منا 3 ولاد وبعدين تركها. بس كلنا عرفنا بهالقصة بالنوايا فيكي تعمليها. فإذا وقت بنحط نكتة طبعا هي بدها تكون حقيقة. عرفتوا طي اغتصبوا دير للرهبات. دخيلكم قالوا الرهبات كلنا إذا بدكم بس مش المير سوبريور يعني الرئيسة. قال لا كلكم بنغتصبكم. قالت الرئيسة يعني كلكم قال